بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بنتكلم عن لستة مبيدات تتكون من 6 مبيدات، لو موجودين عند حضرتك في المخزن لا يمكن يحصل عندك إطلاقا أي إصابة حشرية، سواء كانت الذبابة البيضاء أو الفيروسات اللي بتنقلها الصقيبة الماصة زي المن وغيره، أو إن يحصل عندك إن شاء الله اللي هو الأكروس، أو يحصل عندك إصابة الديدان بأنواعها أو التوتا أبسولوتا أو الحاجات دهيا. لا يمكن يحصل عندك لو أنت بتجيب المبيدات دهيا من المصدر بتاعها الصح بالمادة الفعالة الصح وبترشها في التوقيت الصح مهما كان التمن بتاعها غالي، لأن غلو التمن أساسا أنت لو حسبتها هتلاقي إن المبيدات الصح دهيت من الشركات المحترمة، أول حاجة الدوز بتاعها أو الجرعة اللي أنت بتحطها أو الكونسنتريشن التركيز بتاعها في مية الري بيبقى قليل جدا مقارنة بالمبيدات التانية اللي فيها نفس المادة الفعالة من شركات تحت السلم أو غير محترمة. تاني حاجة انك انت بتراعي ضميرك قدام الله سبحانه وتعالى، ان المبيدات ده هي اقصى مبيد فيها الفترة بتاعته 3 او 4 ايام، وبالتالي حتى لو عندك خيار مثلا فبتلاقي في بعض المبيدات زي الرادنت مثلا بتلاقي فترة ما قبل الحصاد بتاعته هي يوم واحد، يعني ترش النهاردة تجمع بكرة، فده بيخلي ضميرك قدام ربنا سبحانه وتعالى خالي مسؤوليتك من مشاكل المبيدات اللي عاملها لنا في الوطن العربي كله، والأمراض اللي ما كناش نسمع عنها واللي هي ابتدت تظهر بطريقة مخيفة جدا يعني. تمام، فأول المبيدات دي يا جماعة مبيد الكونفدور. الكونفدور أنا بعشق الكونفدور مع الفرتمك في أعمار النبات الصغيرة، لأن هو بيشيل لي كل الثقب المصة. الفرتمك طبعا 1.8 هتلاقي أبامكتين، هتلاقي 20 حاجة فيها أبامكتين 1.8. الكونفدور هتلاقي أميدا كلورا برايد المادة الفعالة بتاعته، هتلاقي في كذا مركب تاني، ولكن المركب المحترم من شركة محترمة غير أي حاجة تانية إطلاقا. فعشان كده أنا بحطهم مع بعض، زي ما بقول الفرتيمك بستخدمه كمادة، طبعا بياخد الكونفدور معاه وبيدخل في العصارة بتاعت النبات، وبأمانة الله بيعمله دويتو كويس جدا، ما بيخليش عندي حاجة، بيمسح من الآخر يعني. تمام، طالما جه من مصدر كويس تمام اللي هو شركة باير يعني تقريبا، والفرتيمك طبعا سنجنتا. وانا طبعا والله ما بعرف حد في بتوع المبيدات، بالعكس انا بيني وبينهم يعني طار كلهم يعني مش ولكن هتعمل ايه، المضطر يركب الصعب يعني. تاني حاجة في مبيد اللي هو الاكترة، والاكترة الثيمو تكسام المادة الفعالة اللي فيه، والاكترة بتتحط او بنستخدمها بطريقتين، اما ان هي تحقن مع ماء الري تمام، ودي بتكون في حدود 350 جرام على الفدان، والفدان لاخواننا اللي مش موجودين في مصر او ما يعرفوش 4200 متر مربع، او ان احنا بنحط الاكترة بمعدل 20 جرام على الميت لتر مية تمام. والاكترة طبعا بتشلي كل الثاقبة المصة، ما بتخليهاش وعلى رأسها الملعونة الذبابة البيضاء اللي هي سبب مشاكلنا في الطماطم، وخصوصا في العروات الخريفية اللي هي الحرارة بتاعتها بتكون معتدلة والرطوبة بتكون عالية، فبنلاقي ما شاء الله الذبابة البيضاء منتشرة جدا في الوقت دهوت تمام. عندي مبيد تاني اسمه الرادنت يا جماعة، الرادنت دهوت فيه مادة اسمها سبينتورام. سبينتورام ده هي اللي بتستخدم لصناعات الأنفاق والتوتا والديدان والتربس والكلام ده كله، وبتشيل وبتستخدم بمعدل 50 سنتي على الميت لتر مية، ومركب أمريكي محترم جدا. فترة ما قبل الحصاد بتاعته يوم واحد، يعني انت جمعت خيار النهاردة ممكن ترش وتجمع بعد بكرة، مفيش أي مشكل خالص عندك يعني تمام. مبيد محترم جدا. هيقول لي ده غالي، أقول لك غالي بس الجرعات بتاعة المبيدات دهيت زي ما قلت قبل كده إن هي جرعات قليلة جدا، فلو قارنتها بمبيدات تحت السلم هتلاقي هي أفضل.
هلاقي مبيد تاني اسمه ديسيز، وده في دلتا مسرين، وانا لو مسكت الدلتا مسرين هتلاقي ولا 100 شركة على مستوى 100 ايه؟ ده هلاقي 1000 شركة على مستوى الوطن العربي بتنتج دلتا مسرين. ولكن دلتا مسرين بتاع باير مثلا ده حاجة عاملينه ناس متخصصة، ناس يعني عندهم أمانة علمية في نقل الحاجة. وبالتالي أنا النهاردة عندي دلتا مسرين، لما بقول 3 يوم فترة ما قبل الحصاد بتاعته يبقى فعلا هو 3 يوم، تمام؟ كاتب كده. لما يقول الاستخدام الأمثل بتاعه من 12 ونص ل 17 ونص سنتي أو ملي على ال100 لتر مية، يبقى هو بالمعدل ده، رغم إن أنا بحطه ب 20 لتر 20 سنتي على ال100 لتر مية، تمام؟ لو كان غالي ولكن لاحظ انك انت بتريح ضميرك في المادة الفعالة، ان انت مش هتضر بيها حد. 3 ايام لو انت بتجمع خيار هتشتغل عليه، لو انت بتجمع طماطم هتشتغل عليها برضو، الطماطم يعني 4 ايام 5 ايام عشان تجمع، تمام. هتلاقي حاجة محترمة، تمام. هلاقي الدلتا مسرين التانية، دلتا مسرين متعبئة تحت السلم، فيها الاثر التراكمي بتاعها طبعا ممكن يفضل لشهور، ودي طبعا مصيبه سودة. ما بنطعنش في حد ولا لي علاقه باي حد، وبكره شركات المبيدات، تمام، كلها بلا استثناء. عندي تاني التريسر. التريسر ده مبيد محترم جدا، بيعتبر عضوي، مبيد محترم جدا، ده متخصص في الديدان وصناعات الأنفاق والتريبس. ده 3 أيام زي ما قلت. المادة الفعالة فيه مادة اسمها سيانو وساد، مادة محترمة جدا، وده بصراحة ربنا بيعمل معانا شغل جامد معه في التوتا أبسليوت، تمام، بيعمل معانا يعني دويتو جامد جدا، تمام. لو انت حضرتك بترش اللي انا قلت الاكترا والكونفدور والتريسر والرادنت والديسيز، تمام، عندي اهوت ادا الخمس مبيدات، تمام. انا في الاعمار الاولى لو المبيدات ده هي استخدمت معاها لمباضة من مصدر محترم برضه او من شركة محترمة، ما فيش اي مشكل خالص، مش هيحصل عندي اي حاجة بإذن الله تعالى معاهم، نستخدمها معاهم ما فيش اي مشكل خالص ان انا اخلطها معاهم بمعدل نص جرام على اللتر المية. وفي عندي مبيد تاني اسمه الكوراجين، يعني كويس جدا على يرقات التوتا ابسليوت. كل مبيد من دول يا جماعة له شغل معين، يعني كل مبيد من دول ليه شغل معين. يعني انا مثلا ما استناش مثلا لما الفراشة التوتا ابسليوتا لما اليرقة بتاعت التوتا ابسليوتا تحول لفراشة واجيب الكوراجين. الكوراجين ما عملهاش حاجة في الوقت ده، امال الكوراجين بيعمل ايه؟ الكوراجين حضرتك بيقضي على اليرقات اللي هي ما زالت لسه في الورقة، تمام، ما زالت لسه في ورقة الطماطم. أما طالما وصلت للحشرة لا خلاص انسى القصة دي خالص، تمام. الديسيز مثلا، مش هقول والله أنا رش ديسيز عشان الدودة، مش هيعمل للدودة حاجة، هو أساسا متخصص كدلتا مسرين، متخصص أساسا في الحاجات اللي بتطير الفراشات، ماشي، هيموتها ويخليها زي الفل عندي، مفيش أي مشكل خالص، تمام. المهم إنك أنت تعرف المبيد وقت الرش بتاعه وينفع على ايه وايه اللي موجود عندك. المبيدات ديت لو انت استخدمتها بمعدل كل 4 ايام مرة، لا يمكن يحصل عندك اصابة حشرية اطلاقا. حياكم الله، شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.